migraine prophylaxis. Prophylaxis اللي هو indicated when headaches are frequent or severe. Significant disability occur. يعني مريض مش قادر يروح الدوام. عم بقضيها إجازات. Okay. Or if pain relieving medications are used frequently or adverse event occurs. Okay. The choice of agent depends on patient tolerability comorbidities. طبعا الموجودة عنده no best initial therapy. شو هم الخيارات إذا متذكرينهم؟ في عنا اللي هو three major arms. في عنا anti-epileptic agents. في عنا beta blockers. وفي عنا antidepressants. Okay. هون عم بيحكي عن السايد افكت بروفايل، يعني الانتي ديبريسنتس مثلا زي الامتريبتولين والفينفكسي هذول ممكن يعملوا ويت جين، دراي ماوث، سيديشن، تمام؟ ممكن المرضى ما يتحملوهم. البيتا بلوكرز ممكن يعملوا عندي فتيج، اكسرسايز انتولرنس بجوز ما يكونوا مناسبين. الانتي ابيليبتيك ايجنتس ممكن يسببوا عندي ديزنس، فتيج اند نوزيا. فالديسيجن انه المريض ياخذ هاي الادويه يلتزم فيها It's not that easy. هلا البيتا بلوكرز في عنا بروبرانولول أو أنتيميلول هم FDA approved للتريتمنت of أو للبروفيلاكسيس of migraine. طبعا منبلش مع المرضى بدوز تايتريشن، ما بنعطي الدوز خبط لزق لنشوف لوين المريض بقدر يتحمل. الأشخاص اللي عندهم comorbid reactive airway disease relative contraindicated للبيتا بلوكر بروفيلاكسيس. في عنا كالسيوم شانل بروفيلاكسيس، كمان في عنا تي سي ايز تراي سايكليك انتي ديبريسنس، لو دوز امتريبتولين اور اذر تي سي ايز هاف اولسو بروفن افيكاسي ان مايجرين بريفنشن. طبعا مشكلتهم بيعملوا سيديشن، فالمريض لازم ياخذهم بالليل واحتمال يفيق ثاني يوم مسطل. هون طبعا حاكيين احنا عن بعض السايد افكتس اللي هي زي دراي ماوث والكونستيبيشن ويورين الريتنشن نتيجة البلوكينج للأنتي كولينيرجيك للكولينيرجيك ريسبتورز. أوكي، فينيلفاكسين هو الوحيد من الاسنر آيز اللي هو نعتبره إحنا إفكتيف as a prophylactic agents. Anti-epileptics أدوية الصرع valproic acid topiramate هدول كمان FDA approved for migraine prophylaxis. وهون عم نحكي عن اللي هو السايد افكت تبعتهم، حاكي عنها وحدة في الديابيتس والويت جين، ف keep these in mind. اوكي، في عنا الميثيسيري جايد اللي هو ارجوتامين ديريفاتيف وعنده افكت على السيروتونين بالانس، كمان هذا بنعتبره بنستخدمه في الحالات الريفراكتوري، ممكن انه نستجيب، هاويفر هو له سايد افكتس يعني مهمة. طيب في عنا اللي هو المايجرين هيديك ان تشيلدرن اند ادوليسنس، وفي كتير ناس ما بيعرفوا انه الاطفال بيصير في عندهم مايجرين، واتس كومن، يعني مرات بصير يحكوا لك طفل وعنده مايجرين شو بتحكي. لا، الاطفال والادوليسنس المراهقين هم عندهم هيديك، مشكلتهم انه الدياجنوسيس كتير صعب بمايجرين لانه مش سهل تاخذ المعلومات وتعمل تراكينج لهم. Treatment presents another challenge to the practitioner because medications used for headache management in adults have not been fully evaluated for efficacy and safety in children. فأغلبهم ما عليهم off-label use يعني في الأطفال. هلا ibuprofen as effective and acetaminophen as probably effective in the acute treatment of headache in patients over the age of 6. Aspirin is avoided due to اللي هو risk of Ray syndrome. Anti-emetic therapy can be used alone or in combination with analgesics إذا الطفل بحس في النوزي والفوميتينج. However إنه ممكن يعملوا عندي إشي اسمه إذا بعطي أنا anti-emetic therapy بيعمل عندي بالأطفال إشي اسمه extrapyramidal reaction اللي هو بصير فيه stiffness في النك وبصير فيه زي ارتخاء في الماسلز تاعت الماوث. هلأ for adolescents over the age of 12 اللي هو نقول يعني المراهقين triptans are effective and are beneficial for abortive migraine therapy. Prophylaxis في الأطفال ما عليه دراسات كافية، فسو فار عم نلجأ له اللي هو non-pharmacological follow-up. هلأ attention type headache is the most common primary headache disorder that can be further divided into episodic or chronic. طبعا التي تي اتش يعني مين فينا بيصير معاه هيدك وبيروح على الدكتور والهيدك كلياتنا
معظم الوقت we manage هيدك as OTC and self management. هلأ اللي بيصير عندي اللي هو إنه sensitization to pericranial nociception, noxious stimuli is the most significant factor in the pathogenesis of pain. 85% incidence is more common in women than in men. تخيلوا سوري يعني هو البريفلنس له 85% over all وهو more common in women than in men. اوكي هلا episodic اللي هو النوع المشهور اللي كلياتنا بين فتره وفتره بصير معنا صداع. هلا اذا صار more frequent بتطور عندي لإشي اسمه chronic tension type headache. بتزيد نسبته لحد عمر الأربعين، بعد الأربعين ببلش يخف الهدك. environmental factors بتلعب دور، genetic factors بتلعب دور بdevelopment of tension type headache. هلأ المين frequency of attack is 3 days per month an episodic disorder. الchronic type headache بصير في عندهم 15 or more attack in 1 month period. هون بنصنف المريض بهاي المرحلة chronic headache. هلا بالنسبة للباثوفيسيولوجي للتنشن تايب هيدك مربوطة كتير بموضوع اللي هو sustained muscle contractions muscular، يعني هو muscular underlying cause. okay muscle tenderness is prominent in this syndrome but it only reflects a heightened sensitivity to pain. The pain is thought to be originated from the myofascial tissue of the head but central brain processing is believed to be an important modulator of pain perception. هلا clinical presentation اظن هون في سلايد بحكي لي انه patient experiencing TTH may display the following headache symptoms and characteristics. Two or more of the following present and are not aggravated by routine physical activity. وهي الفرق الاساسي اللي بينها وبين المايجرين. المايجرين بس يتحرك اشي زياد دغري بنشل وبرتمي من الالم، هون لا. بحكي لي بالعادة بيكون bilateral pain، هناك قلنا non later. هون non pulsating pain، هناك pulsating pain. mild to moderate pain intensity، هناك حكينا moderate to severe pain intensity. ف three major differences. both of the following في عنا no nausea or vomiting، ما في either photophobia or phonophobia but not both. بينما في الهيدك ممكن يكون برضو التنتين مع بعض. duration 30 minutes to 7 days. تخيلوا الابيسود الوحده. criteria for diagnosis 10 or more attacks fulfilling above criteria occurring on average less than 1 day per month are necessary. التريتمنت طبعا كل الناس بيحلوا المشاكل لحالهم، بياخدوا بانادول باشكاله او ممكن ببعض الحالات اللي هو بروفن او انسيدز اني اوف ذا انسيدز. اوكي the frequency of the use of these medications بتخوفني من إشي إنه يصير في عندي dependency هدك. يعني هي الأدوية هاي ما بتعمل إدمان، بس لما الجسم يتعود على concentration معين منها بيصير في إشي اسمه dependence هدك. يعني the chronic daily headache syndrome requires physical referral to desensitized patients initiated analgesic tolerance and independence. يعني بيصير في نوع من إنه الريسبتورز تاعت البين بتصير خلص معتمدة على هدول الميديكيشن، فهون بهاي الحالة بصير بدهم علاج مرة تانية. هلأ بروفيلاكسس تخيلوا انه احنا عشان ما نعلق في اللي هي الميديكيشن اوفر يوز هيدك او اللي هو الديبندنس هيدك اللي حكينا عنه، فاذا الشخص عنده كرونيك هيدك ممكن يكون اليجيبل فور بروفيلاكسس. يعني ليش احنا نضل يضل طول الشهر عم بياخد ميديكيشن؟ اوكي فممكن نستفيد من بعض strategies of migraine prophylaxis. TCAs هم المينستي of chronic therapy بحالة tension type headache. إيش كمان حكي لي؟ ممكن نلجأ ل combination prophylactic therapies عشان نعمل weaning للpatients اللي عندهم daily analgesic abuse. يعني المريض اللي already صار عنده abuse للanalgesic بيصير بده علاج، فبنصير نعطي combination عشان نقدر انه نعمل له weaning عن هاي المديكيشنز. اوكي في مثلا مرات طبعا stress reduction techniques اكيد هاي بتساعد، خاصة انه tension type headache له كتير علاقة في الستريس.
في عنا اللي هو البوتوكس، في احنا معروف عنا الاستخدامات التجميلية، بس كميديكال يوز اوف ذا بوتوكس ممكن يعملوا بالكرانيال ماسل اللي هي نفسها حكينا عنها، اللي هي ببلش منها الألم والتنشن، من نعمل فيها بنشلها يعني. هو البوتوكس بيعمل شلل للعضلة، وبالتالي ممكن يستخدموا بحالات سيفير تي تي اتش. الهيدكس ار كومن ان بريجننسي تايب، تنشن تايب هيدك بريدومينانت، بس بالعاده يعني المايجرين اتاكس كمان ماي انكريز، بس معظم السيدات المايجرينرز بس تحمل كثير بخف عندها المايجرين بشكل عام. ايش كمان؟ فبالنسبه للهيدك في البريجننت وومن، النون فارماكولوجيكال العاديه اللي هي الاستامينوفنز والانسيدز، طبعا وي افويد ذا انسيدز ان ثيرد ترايمستر عشان they are contraindicated. فاذا تشويس تبعنا هياته موجود مكتوب هون في هاي السلايد. ممكن نستخدم كمان اللي هو كورتيكوستيرويدز may be needed for intractable headache relief. ممكن كمان نعطي بريدنيسون او مثل بريدنيسولون، لانهم هدول بيصير لهم ميتابوليزم في البلاسنتا ما بيروحوا على الفيتس، فكمان اتس ان اوبشن بالسيدات اللي هي بتكون كثير الالم سيفير عندها. هلا المايجرين ان بريجننسي، فازو كونستركتيف ايجنتس لايك تريبتينز ار ريلاتيفلي كونترا انديكيتد، الارجوتس كومباوندز ستريكتلي افويدد لانه ممكن يعملوا عندي كمان هايبوكسيميا ان ذا فيتس. البروفيلاكسس يعني careful consideration لأن البيتا بلوكرز والكالسيوم شانل بلوكرز ممكن يساووا عندي فيتال براديكارديا. فيعني نوعا ما موضوع المايجرين بالبريجننت وومن هو اوريدي حكينا بإلك prevalence، بس بدها تعتمد السيدات مينلي على اللي هم التراديشنال خلينا نقول او نون سبيسيفيك انالجيسكس، بيكون افضل إلها من كل الجوانب. هلا اخر نوع عنا اللي هو كلاستر هيديك، كلاستر هيديك ديس اوردر ار ان كومون، ما حدش سامع فيه فيكم، هو تقريبا له بريفالنس من كل 100,000 حاله معنا 124 حاله، مور فريكوينت فاوند ان مين، هذا بيختلف بس عند المين اكثر. اتاكس كونسيست اوف ديبليتينج يونيلاترال هيد بين ذات اوكير ان سيريز لاستينج اب تو مانثس ات ا تايم بات مي ابيت فور اكستندد بيريودز ريزلتينج ان مانثس اور ييرز بتوين اوكيرنس. يعني ألم مستمر بس بينقطع بغيب سنوات. يعني أنا شفت أشخاص عندهم كلاستر هيدك، هم شخصين يعني، فبحكي لك قبل 5-6 سنين صار عندي هذا الأتاك اللي هلأ أنا عم بعاني منه. أوكي، فهو بيكون ألم متكرر على فترة 2-3-4، بعدين بينقطع 2-3 أشهر، بس بالعادة بينقطع سنوات يعني، بعدين برجع للمريض. بحكي لي patient experiencing cluster headache may display the following experience one of the following headache symptoms and characteristics at least one or more of the following lacrimation بصير في دمع excessive tearing دموع بتنزل كتير nasal congestion or rhinorrhea eyelid edema forehead or facial sweating flushing sensation of fullness in the ear meiosis اللي هو انقباض the pupil of the eye. لاحظوا ان الاعراض شوي مش اللي احنا متعودين عليهم. or sense of restlessness or agitation احساس في التعب. duration of the pain 15 to 180 minutes A frequency of attack one every other day and up to 8 days per for more than half the time the disorder is active. اوكي، حكينا بعدين بغيب فتره طويله عن المريض. بحكي لي بالعاده الكلاستر هيديك، حكينا طبعا الفرق الاساسي بينه وبين المايجرين والتي تي اتش انه هو سيفير انترميتنت اند شورت ان ديوريشن، يعني هذلاك كنا نحكي ايام بضل ايام 3 ايام وهيك، هون لا اقصر بس انه ومتقطع وسيفير. هيديكس تيبيكالي اوكير ات نايت. The pain is usually unilateral. بس ما بيحكي ما بيجي المريض بيحس بيشكي من إنه it's pulsating pain. وحكينا الفيتشرز التانيين اللي هو في السلايد.
هلا التريتمنت بحكي لي انه ممكن نستخدم بعض الموداليتيز تبعت الاكيوت مايجرين. however initial prophylactic therapy is required to limit the frequency of recurrent headache, لانه حكينا طبيعته هذا بده يستمر 8 9 ايام, فممكن نعطي هون prophylactic therapy. في ثيرابي خاص بالكلاستر هيديك اللي هو الهايبرباريك اوكسجين, هاي فلو ريت اوكسجين 100% at 5 to 10 liter per minute by non breather face mask for approximately 15 minutes. اوكي, فاذا الاوكسجين ثيرابي هذا واحد من الكي فاكتورز تو ابورت ذا بين. يعني هلا احنا عندنا ابيسود بلشت وخلص شخصنا انه كلاستر هيدك, وهذا الشخص بكره رح يرجع يعاني وبعده رح يستمر في شي 8 تو 10 دايز اذا مش اكثر او خلال هذا الشهر. فممكن نعطي اللي هو كيف الماسك الاكسجين اللي هو اصلا بيكون 100%, بنعطي لحتى نضلنا نقرا قراءه ال 100% اكسجين ساتوريشن لمده 15 دقيقه. هلا اذا المريض ما تحسنت اموره بهاي الحاله, هون ممكن احنا يا اما نضيف ميديكيشنز او نحول على ميديكيشنز. طبعا تريبتين اجين طلعوا كيف احنا عم نحكي عن هدول الايجنتس, يعني الباور تبعتهم ممتازه بالنسبه للهيديك. ممكن نعطي انترونيزل او سبكوتانيوس سوماتريبتين از ويل از انترونيزل زولمتريبتين. فبتكم تنتبهوا على الايجنتس تاعون التريبتين, ايش اللي بزبط فيه انترونيزل ايش اللي بزبطش فيه, مهم كتير هذا الاشي. تمام, اورال تريبتينز افكتيف بس ديليد اونست وبدنا ما يعني مش كتير استخدامهم بالكلاستر هيديك. انترونيزل اي ام اور اي في ارغوتامين ار ان الترناتيف تو تريبتينز. ممكن ريبيتد دوز تو بريك الكلاستر سيريز, لانه حكينا هي سيريز رح تبلش, فعشان ما ترجع له خلال الايام المقبله. كورتيكوستيرويدز بروفايدد اي في اند ليتر تايبرد اورالي. هلا انتم بتعرفوا انه الكورتيكوستيرويد اذا بدي اعطيها از تريتمنت بدنا نعملها تايبرينج كيف ما كان. فمثلا افرضوا انه انا اعطيت مثلا كورتيكوستيرويد فرضا 50 ميلي جرام اي في على يومين ثلاث, بعدين بكمل مثلا اورالي بصير اعطي 30 ليومين بعدين 20 بعدين 10 وهكذا. تمام, فاذا الجلوكوكورتيكوستيرويدز مع يعني تايبرينج اوفر 4 و 5 دايز كمان ممكن يحلوا لي المشكله اذا انا مش قادره اعمل كنترول بالبريفيوس ميديكيشنز. هاي كتير مهم كيف احنا بدنا يعني الكلاستر هيديك الاشي المميز فيه اللي هو ان البرزنتيشن مختلف, الاكسجين هون له دور في التريتمنت, وانه كمان ممكن نلجأ للجلوكوكورتيكوستيرويدز. اوتكم ايفالويشن بدنا ننتبه على الادفيرس افكت, وبدنا ننتبه انه ما المريض يعني تركه احنا في فريكوينت ابيسودز بصير هو عنده ريباوند هيديك او ديبندنس هيديك. هذا كمان يعني كي كونسبت كتير مهم لكل البين مانجمنت ميديكيشنز وي شود نوت اغنور ات اول. يعطيكم العافيه, واي سؤال يوم الاحد بليز ليت مي نو ان شاء الله.